أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة في مستهل هذا اللقاء الطيب المبارك ضمن الأسابيع الثقافية لوزارة الأوقاف المصرية، وندوة الليلة تدور حول آداب الطريق، ويحضر معنا من قيادات وزارة الأوقاف بمديرية أوقاف القاهرة الدكتور محمود خليل وكيل المديرية، والدكتور منتصف محمود مدير الإدارات، والدكتور مصطفى عبد السلام إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين، وفضيلة الشيخ أحمد محمود محمد علي مدير عام إدارة أوقاف وسط القاهرة. أيها الأحباب، لقد خلق الله الإنسان وكرمه وهيأ له من الأسباب ما يساعده على الحياة الكريمة، فسخر كل ما في السماوات وما في الأرض لخدمته ومنفعته، فقال سبحانه: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. والمتأمل في شريعة الإسلام يجد أنها قد شملت واستوعبت كل مناحي الحياة، فلم تدع مجالا في السلوك العام أو الخاص إلا وحثت عليه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ومن هذه الآداب التي حث عليها ديننا الحنيف إعطاء الطريق حقه والالتزام بآدابه وواجباته. يقول صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. فقال عليه الصلاة والسلام: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيها الأحباب، نستهل معا لقاءنا الطيب المبارك بهذه الكلمة الطيبة
يقدمها الأستاذ الدكتور رمضان حسان عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر بالقاهرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته واتبع طريقته إلى يوم الدين، وبعد، فحي الله هذه الوجوه المشرقة والقلوب المؤمنة التي اجتمعت في هذا المكان الطيب المبارك حول مأدبة القرآن، حول سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الله الكريم أسأل أن يجعلنا في هذه الجلسة الطيبة المباركة من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين يذكرهم الله عز وجل في من عنده، إنه خير مسؤول وخير مجيب. أحبتي في الله، مما امتاز به ديننا الحنيف أنه دين تكاملي، ما ركز على جانب وترك جانبا آخر، وإنما أتى بكل ما فيه صلاح الفرد والمجتمع، كما عني بالعبادات عني كذلك بالأخلاق. بل إن ديننا الحنيف دين أخلاق وقيم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ومن الأخلاق التي حض عليها ديننا الحنيف حق الطريق أو آداب الطريق. لماذا الحديث عن حق الطريق أو آداب الطريق بالذات؟ كثير من الناس يظنون بأن له الحق من باب الحرية أن يفعل في طريق الناس ما يراه، لأن هذا الطريق أمام بيته أو في شارعه. نقول: إنك تفهم الحرية فهماً خاطئاً، فإن حريتك تنتهي حيث تبدأ حقوق الآخرين. لذلك ركز صلى الله عليه وسلم على حق الطريق وعلى آدابه. فتجد كثيراً من الآداب منصورة في كثير من الأحاديث، منها ما ذكره أخي الكريم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أرضاه، قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس في الطرقات. هذا أسلوب تحذير. لماذا حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اتخذوا الجلوس في الطرقات عادة؟ لأنه يترتب عليه إلحاق ضرر وتضييق بالذين يسيرون في هذا الطريق، يترتب عليه الوقوع فيما يغضب الله سبحانه وتعالى من إطلاق النظر، ومن عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن تضييع الأوقات في غير عبادة الله سبحانه وتعالى. قال: إياكم والجلوس في الطرقات. فقال الصحابة: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد، لا نستغني عن الجلوس في الطرقات.
لأن الإنسان مدني بطبيعته، يحب الاجتماع، يحب أن يجلس مع إخوانه. ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال صلى الله عليه وسلم: فإن أبيتم إلا المجلس أو الجلوس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. خمسة حقوق وردت في هذا الحديث، وليست هذه الحقوق هي كل الحقوق والآداب التي يجب على كل من جلس في طرق الناس أن يلتزم بها، بل هناك كثير من الحقوق والآداب ذكرت منثورة في بعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كمثلا احترام قواعد المرور. فإن احترام قواعد المرور وإشارات المرور من أهم آداب الطريق. احترام الضوابط التي وضعتها الدولة للسير في الاتجاهات، من خالف أو صار معاكسا فقد جار وظلم ولم يراعي حق الطريق. احترام مشاعر الناس وأحاسيسه، خاصة الضعيف والمريض، فإن كثيرا من الناس تجدهم يسيئون استخدام الطريق باستعماله المذياع بصوت عال، أو باستعماله بعض الأمور التي تسبب ضوضاء، ولا يراعي مريضا ولا ضعيفا ولا طالب علم. كذلك من عدم آداب الطريق إلقاء الكاذورات والمخلفات التي تعوق السير، وقد نهانا ديننا الحنيف عن ذلك، بل أمر بإماطة الأذى عن الطريق. وإماطة الأذى عن الطريق تشمل كل أنواع الإيذاء، سواء أكان هذا الإيذاء بالقول كالغيبة والنميمة والسخرية والاستهزاء الذي نهى عنها ديننا الحنيف، أو كانت بالفعل كالتضييق على الناس أو إيذائهم بالسب أو الضرب. كل هذه الآداب واجب على الإنسان أن يراعيها مع جميع الناس بصرف النظر عن الدين أو اللون أو العرق، فإننا نتعامل بمبدأ الإنسانية العامة. ومن الآداب التي ركز عليها ديننا الحنيف غض البصر، وهذا أمر مطلوب من الرجال والنساء لفحش إطلاق البصر ولما يترتب عليه من كثير من المضار، فإن النظرة سهم من سهام إبليس مسمومة، من تركها خوفا من الله سبحانه وتعالى أبدله الله عز وجل إيمانا يجد حلاوته في قلبه. لذلك أمر ديننا الحنيف كل من الرجل والمرأة بغض البصر، قال: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقال أيضا: وكل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. كذلك من آداب الجلوس في الطريق رد السلام، فإن السلام مأخوذ من السلامة، والجنة دار السلام، ومن أسماء الله الحسنى السلام، وهو تحية الله عز وجل
للمؤمنين في الآخرة، وتحية الملائكة للمؤمنين أيضًا في الآخرة. فإن إلقاء السلام سنة ومستحب، لكن رد السلام واجب وفرض، بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره في الحقوق التي تجب من المسلم لأخيه المسلم، منها رد السلام. قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وإجابة الدعاء، وتشميت العاطس، واتباع الجنائز. فهذا حق وواجب، إضافة إلى أن إفشاء السلام ونشره من أهم أسباب المودة والمحبة، كما قال صلى الله عليه وسلم: افشوا السلام بينكم تحابوا. إلى غير ذلك من الآداب التي يجب على كل من جلس في طريق أن يحترمها إن أراد أن يفوز بثواب الاجتناب، وإن أراد أن يفوز بثواب الاتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا أطيل عليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لفضيلة الأستاذ الدكتور رمضان حسان، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية، على هذه الكلمة الطيبة والتي تحدث فيها عن آداب الطريق. ونحن مع حضراتكم في هذا اللقاء الطيب المبارك من مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، في إطار الأسابيع الثقافية والدعوية لوزارة الأوقاف المصرية. أيها الأحباب، كمال الأخلاق من كمال الإيمان، ونقصها من نقص الإيمان. فالمؤمن حين يتحلى بحسن الخلق طاعة لله تعالى، فإنما يدفعه لذلك إيمانه بأنه مأمور بحسن الخلق، مثاب عليه، معاقب على تركه. وارتباط الأخلاق بالإيمان وثيق جدا، ولذلك نفي كمال الإيمان عن جملة من الناس ساءت أخلاقهم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. والناس شركاء في طرقهم التي يسيرون فيها، ولهذه الطرق حقوق تحفظ على الناس أخلاقهم، وتديم الألفة والمودة بينهم. إن الطريق أيها الأحباب ليس ملكاً لأحد معين، إنما هي من المرافق والممتلكات العامة التي ينتفع بها الجميع. وإن الاعتداء على ما فيها من مرافق ضرب من الإفساد المذموم شرعا. قال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. نعيش مع هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الشيخ أحمد دسوقي مكي، إمام وخطيب مسجد مولانا الإمام الحسين.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد خاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك آمين. وارض اللهم عن أهل بيته الطاهرين وعن أصحابه الطيبين، وارحم أمته واحفظ شريعته، وبارك عليه وعليهم إلى يوم الدين. وبعد، فلا عطر بعد عروس. وأستاذنا فضيلة الأستاذ الدكتور رمضان يعني قد استوفى الحديث عن آداب الطريق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيه وفي علمه، وأن ينفعنا وإياكم بعلومه في الدارين، آمين. لكني أكتفي في حديثي أن تأخذ هذه القضية، قضية آداب الطريق، أن تأخذ هذه القضية مكانها الصحيح في ثقافة المسلمين، لأن كثيراً منا لا يدرك خطورة هذا الأمر. كثير منا يحسب أن رعاية حقوق الطريق مجرد رفاهية أو مجرد شكليات، مع أن هذا الأمر في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة، لدرجة أن سيدنا أبا موسى الأشعري حينما بعثه سيدنا عمر بن الخطاب إلى البصرة والياً عليها، قال سيدنا أبو موسى، قال لأهل البصرة: بعثني إليكم أمير المؤمنين لأعلمكم كتاب ربكم وسنة نبيكم وأنظف طرقاتكم. يا الله، لهذه الدرجة، إنها قضية أمن قومي. يعني رجل أصبح الآن يمسك بزمام دولة، يجعل من أولوياته ومن أهمياته الحفاظ على نظافة الطرق. يعني إذن لم يكونوا ينظرون إلى الأمر إلى أنه أمر ثانوي، إن شئت فعلته وإن شئت لم تفعل، لا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أهمية هذا الأمر إشارة ضمنية حينما تحدث عن شعب الإيمان، فقال: الإيمان بضع وستون شعبة، أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ما معنى هذا؟ ما الذي يستنبطه المسلم من هذا الحديث؟ يعني أقل درجات الإيمان، أقل وصف في أوصاف المؤمن، أقل ما يكون به المؤمن مستحقا لهذا الوصف، أن يكون محافظا على الطريق، أن يميط الأذى عن الطريق. ليس هذا فحسب، حتى تعرف أهمية وضرورة هذا الأمر، لا يمكن لإنسان مسلم أن يغيب عن باله أن الحفاظ على الطريق وإماطة الأذى عنه قد يكون سببا في دخوله الجنة. مجرد إزالة الأذى عن الطريق سبب في دخولك الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت رجلا يتقلب في الجنة. سبحان الله، هذا هو أعظم أمنية، هذه هي أعظم أمنية يتمناها الإنسان ويرجوها من رب الأرض والسماء، أن يدخل الجنة. الرجل يتقلب في الجنة، لماذا يا سيدي يا رسول الله؟
هل قام الليل بطوله؟ هل صام النهار في الأيام الصائفة؟ هل فعل كذا وكذا من العبادات الظاهرة؟ لا. إذن ماذا فعل؟ في شجرة قطعها من الطريق كانت تؤذي المسلمين، لمجرد أنه أزال الأذى عن طريق المسلمين كان مستحقا لدخول الجنة. أين هذا من الذين يملؤون شوارعهم بالإشغالات؟ أين هذا من الذين لا يراعون حقوق الطريق ويضعون فيه ويتعمدون، بل يتعمدون أن يضعوا فيه ما يؤذي عباد الله؟ أين؟ إذا كانت إماطة الأذى عن الطريق سببا قويا من أسباب دخول الجنة، فلا تستبعدن أن يكون وضع الأذى في طريق المسلمين تعمد وضع الأذى، لا تستبعدن أن يكون تعمد وضع الأذى في طريق المسلمين سبب من أسباب دخول النار والعياذ بالله. نعم، لا تستبعد، والشيء بالشيء يذكر. ولهذا لا بد من معرفة أن الطريق له حرمة وله حق. لذلك السلف الصالح كانوا يحترزون من أمور نحن الآن يعني لا نبالي به. الروشن، أتعرفون ما الروشن؟ أو ما يعرف بالبلكونة. البلكونة هذا لم يعرف إلا في الثقافات الحديثة. السلف الصالح كانوا يكرهون الروشن أو ما يعرف بالبلكونة في عصرنا الحديث. لماذا؟ لأنه يقتطع من طريق المسلمين. بل سيدنا أبو طالب المكي في قوت القلوب في آخره يقول إن الإمام أحمد هجر رجلا من أصحابه. لما؟ ولا يجوز هجر المؤمن إلا لحرمة لمحرم ارتكبه تأديبا له. لماذا هجره الإمام أحمد؟ لأنه اقتطع شبرا من طريق المسلمين بغير حق. فهذه الأمور تجعلنا نهتم، لأن قضية الطريق ليست قضية هامشية، ليست قضية عادية، بل هي قضية من قضايا الأصول الشرعية أو الأصول الإيمانية، وقضية تعد في قضايا الأمن القومي. نعم، الحفاظ على الطريق هي قضية أمن قومي. لماذا؟ أنت حينما تنزل أي بلد، حينما تسافر إلى أي دولة، فما هو أول انطباع لك عن هذه الدولة؟ حينما تنزل فتمشي في شوارعها تراها نظيفة، تراها ممهدة، تراها منظمة، تراها مرتبة، تراها مليئة بعلامات المرور وإرشاداته. ماذا تقول عن هذه الدولة؟ إنها دولة متحضرة. لماذا؟ لما شاهدته من نظافة طرقاتها وعدم وجود ما يشغل الناس فيه أو ما يؤذيهم. فهي قضية ليست قضية سهلة. هذا ومن المهم أن نلحظ في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس في الطرقات. وقد أشار أستاذنا إلى ما في هذا الحديث من آداب الطريق، لكن أريد أن ألمح مع حضراتكم فيه ملحظا هاما في قوله عليه الصلاة والسلام إياكم والجلوس في الطرقات. فيه إشارة واضحة إلى أن الأصل في الطريق أن يكون للمرور لا للجلوس. الأصل في الطريق إيه؟ أن يكون للمرور، فحق المارة مقدم على كل حق في الطريق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يجنبنا وإياكم كل ما يكرهه ويأباه، وأن يحفظ أمتنا العربية والإسلامية، وأن يوحد صفها، وأن يحافظ
على بلادنا مصر الحبيبة من كل ما يسوءها. اللهم احفظ مصر وأهلها، أمنها وأمانها، أرضها وسماءها، بحرها ونيلها، شعبها وجيشها، وكل من يمشي على ترابها يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. شكرا لفضيلة الشيخ أحمد دسوقي مكي، إمام وخطيب مسجد مولانا الإمام الحسين، على هذه الكلمة الطيبة حول آداب الطريق. وبها نأتي بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء الطيب المبارك ضمن الأسابيع الثقافية لوزارة الأوقاف المصرية. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.